أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين واليابان في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية منها، مشيرا إلى أن تبادل التجارب والخبرات من خلال الزيارات المتبادلة تدعم النهج الواضح والمشترك في تحقيق الإنجازات التنموية للبلدين الصديقين. جاء ذلك خلال لقاء سعادته بالسيد كين كوباياشي رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية بحضور النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد محمد الكوهجي وسعادة السفير أحمد محمد الدوسري سفير مملكة البحرين لدى اليابان وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين في العاصمة طوكيو، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الاقتصادي من مملكة البحرين إلى اليابان. وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث سبل التعاون والعمل المشترك بين القطاع الخاص في كلا البلدين وسبل الاستفادة من العلاقات الاقتصادية القوية التي تربطهما وترجمتها ونقلها إلى آفاق أرحب تحقيقا لرؤى وتطلعات البلدين الصديقين.